قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأتم علينا نعمه وفضله الجزيل، وأرسل إلينا خير رسله، وأنزل إلينا خير كتبه، وجعلنا نتحدث بلسان عربي مبين. فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم بمشيئة الله عز وجل نأخذ نوني التوكيد، ويقصد بنوني التوكيد نون التوكيد الثقيلة المشددة ونون التوكيد الخفيفة. ولا شك أن دخول يعني هذين النونين على الفعل سواء كان مضارعا أو أمرا يفيدان التأكيد ويمحضانه ليفيد معنى الاستقبال، ليفيد معنى الاستقبال. وهذا ما سنأخذه في الأبيات التالية لابن مالك رحمه الله. يقول ابن مالك رحمه الله في ما يؤكد من الأفعال وشروط التأكيد: للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدنهما، يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء، وآخر المؤكد افتح كبرزا. هي طبعا الجزاء وليست الجزاء، الجزاء. شرح الأبيات شرحا سريعا تنويها، يعني ننوه عليها تنويها سريعا قبل أن ندلف إلى شرحها بالتفصيل. يقول للفعل توكيد، يقصد الفعل المضارع والفعل الأمر، يؤكدان بالنون. أما الماضي فلا يؤكد، أما الماضي فلا يؤكد بالنون. ما السبب؟ قالوا لأن النون تهيئ الفعل ليفيد معنى الاستقبال، وهذا يكون منفيا في حق الماضي. والله لأفعلن كذا، هذا في الاستقبال، الماضي ينتفي فيه ذلك، فامتنع فيه التوكيد بالنون، فامتنع في حقه التوكيد بالنون. إذن دخول يعني أن تدخل نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة مشروط بكون الفعل مضارعا أو أمرا. للفعل توكيد بنوني هما كنوني اذهبا، مثل بالأمر واقصدنهما، يؤكدان افعل ويفعل، افعل كناية عن الأمر ويفعل كناية عن المضارع، آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا. بدأ يتكلم في حالات وجوب توكيد الفعل بالنون ويعني عدم توكيد جواز توكيده وامتناعه. طبعا توكيد المضارع، نبدأ الآن بالمضارع. هو الآن يتكلم عن المضارع فيقول المضارع توكيده بالنون ينقسم إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون واجب التوكيد، وإما أن يكون جائز التوكيد، وإما أن يكون ممتنع التوكيد. فواجب التوكيد ضبطه بعدة ضوابط هنا في الأبيات. الضابط الأول قال أن يكون جوابا لقسم، أن يكون جوابا لقسم. الضابط الثاني أن يدل على الاستقبال، أن يدل على الاستقبال. الضابط الثالث أن يكون مثبتا، يعني ما يكون منفي. الضابط الرابع أن يتصل بلام تدخل على جواب القسم اتصالا مباشرا، يعني لو انفصلت اللام هذه التي تدل على القسم بالفعل خلاص صار ما جائز التوكيد، مثل قول الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ففصلت سوف بين اللام وبين يعطيك، فهنا الفعل لم يؤكد،
فهنا الفعل لم يؤكد. إذن هناك يعني شروط أربعة حتى يجب توكيد الفعل المضارع بالنون، وأعيدها سريعة: أن يكون جوابا لقسم، أن يكون دالا على الاستقبال، أن يكون مثبتا، أن يتصل بلام تدخل على جواب القسم اتصالا مباشرا. هذه هي الشروط الأربعة التي توجب توكيد الفعل المضارع بالنون، التي توجب توكيد يعني الفعل المضارع بالنون. ثم قال بعد ذلك: وقل، أي دخل الآن من مرحلة الوجوب إلى مرحلة الجواز، مرحلة الجواز. وقل بعد ما ولم وبعد لا. قال: يجوز توكيد المضارع بالنون ويجوز عدم توكيده أيضا. الجواز يفيد استواء الطرفين، استواء الطرفين. إذا سبقه ما يمحضه للاستقبال، إذا ما سبقه ما يمحضه للاستقبال، وهو لام الأمر أو لام النهية أو لام النافية أو الاستفهام أو إن الشرطية أو التمني أو الرجاء كما سيأتي في يعني الأمثلة، وهو ما عبر عنه بالطلب، لأن الطلب عندنا إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما أو نداء أو تمني أو رجاء أو حض أو عرض، فهذا هو التمني. إذا سبق المضارع بواحد من هذه الأشياء التي تدل على الطلب فهنا يجوز توكيده، يجوز توكيده. مثال: لتأمرن بالمعروف، سبقت بلام الأمر، يجوز لي أن أقول لتأمر بالمعروف، وضحت. وأيضا: لا تحسب أن الله يغفل عن الظالم، سبقت بلام النهي ويجوز أن أؤكدها: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا الذي سيأتي في الجواز. الامتناع: إذا فقد شرطا من الشروط التي يعني تكون تدل على الوجوب وتدل على الجواز. هذا يعني خلاصة هذه الأبيات سريعا. الآن ندلف إليها ونفندها يعني شرطا شرطا. لتوكيد الفعل نونان: إما أن تكون هذه النون ثقيلة مشددة وتكون مبنية على الفتح، وتكون مبنية على الفتح، أو تكون هذه النون خفيفة ساكنة مبنية على السكون، ويؤكد بهما الأمر مطلقا من غير شرط. الأمر يؤكد يعني بدون أي ضابط من الضوابط التي قلنا يجب أن تتوفر في المضارع، ولا يؤكد بهما الماضي سواء نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. وأما المضارع ففيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. أثر النون على الفعل، ما أثر النون على الفعل؟ لهما على الفعل أثران: أثر لفظي وأثر معنوي. فأما الأثر المعنوي فهو تخليص المضارع للمستقبل، المضارع يدل على الحال، فإذا دخلت عليه نون التوكيد سواء الثقيلة أو الخفيفة هيأته لأن يؤدي معنى الاستقبال، وتقوية الاستقبال في فعل الأمر. الفعل الأمر أصلا هو يدل على الاستقبال، لكن لما تدخل النون عليه تقوي الدلالة على الاستقبال فيه. إذن تخرج المضارع من الدلالة على الحال فقط إلى الحال والمستقبل، وتؤكد معنى الاستقبال في الأمر. هذا الأثر المعنوي للنون. والمشددة أبلغ من التوكيد، لأنك يعني تزيد في التجديد فيها، في المبالغة فيها، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما يقول يعني أهل النحو. وأما الأثر اللفظي فهو أن المضارع والأمر يبنيان على الفتح بشرط أخذنا في المعرب والمبني، أن تتصل بهما اتصالا مباشرا، يعني لا يفصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد يعني أي ضمير من ضمائر الرفع سواء أول جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. فمثال المضارع: لأنصرن المظلومة، لا ترغبن في من زهد عنك. اللام هنا وقع في جواب قسم مقدر، تقدير الكلام: والله لأنصرن المظلوم. وأنصر ده فعل مضارع مبني على الفتح، ما السبب؟ لاتصاله اتصالا مباشرا بنون التوكيد، ونون التوكيد
والفاعل ضمير. طبعا نون التوكيد حتى يعني لأنه هناك البعض يخلط بينه وبين نون النسوة، لا أقصد من ناحية السياق ولكن من ناحية الصنعة الإعرابية. نون التوكيد بنوعيها حرف، أليس كذلك؟ لا محل له من الإعراب. أما نون النسوة فلا، فهي ضمير لها محل من الإعراب، قد تأتي فاعلا وقد تأتي اسم كان وقد على حسب موقعها في الإعراب. وضحت هذه؟ إذا نون التوكيد بنوعيها ضمير لا حرف لا محل له من الإعراب، يأتي لي يعني زير التوكيد فقط. أما نون النسوة فتعرب يعني ضميرا على حسب موقعها في الإعراب، قد تكون فاعلا زي والوالدات يرضعن أولادهن، وقد تأتي اسم لكان مثلا إن يعني كن نساء فوق اثنتين هكذا يعني. ف ومثال الأمر أشكرن من أحسن إليك، أشكر دفع الأمر مبني على الفتح، هو أصلا مبني على السكون، مبني على السكون، لكن لما اتصلت به نون التوكيد غيرت في شكل آخره، غيرت في شكل آخره وجعلته مبنيا على الفتح. والفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن حالات توكيد الفعل بالنون تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون واجب التوكيد، وإما أن يكون جائز التوكيد، وإما أن يكون ممتنع التوكيد، ويعني أشرنا إليها إشارة سريعة في بداية حديثنا عن الأبيات. النونات أنواعها كما قلت لا بد أن نفرق يعني نفرق بينهما قبل أن نأخذ يعني ندلف إلى نون التوكيد. قلنا نون التوكيد هناك الثقيلة وهناك الخفيفة، وقد اجتمعت في آية واحدة في قول الله عز وجل ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ونون النسوة تدخل على جميع الأفعال الماضية طبعا والمضارعة والأمر، ويعني تكون سببا في بناء الفعل على السكون. فالفرق بين نوني التوكيد والنسوة كما قلنا نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، وتكون مبنية على الفتح إن كانت ثقيلة، ومبنية على السكون إن كانت خفيفة. وحينما نقف على نون التوكيد الخفيفة نقف عليها بالألف، نقف عليها بالألف. أما نون التوكيد الثقيلة تأتي مشددة وما قبلها يكون مفتوحا، ونون التوكيد الخفيفة تكون ساكنة وما قبلها مفتوحا أيضا. لكن نون النسوة تكون فاعلا وتأتي مفتوحة وما قبلها ساكن، وما قبلها ساكن. ما يؤكد من الأفعال وما لا يؤكد؟ قلنا أن الماضي لا يؤكد مطلقا. لماذا؟ قلنا العلة، لأن نون التوكيد تهيئه للاستقبال وهذا يكون منتفيا في حق الماضي. الأمر يجوز توكيده مطلقا دون قيد أو شرط. الكلام على المضارع الآن له ست حالات، الأصل ثلاث حالات رئيسة: واجب التوكيد وهو قلنا مع الحالات التي قلنا أن يكون جوابا لقسم، وأن يكون مثبتا، وأن يكون يدل على الاستقبال، وأن يكون متصلا بلام القسم اتصالا مباشرا، اتصالا مباشرا، مثل قول الله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. توفر في الفعل المضارع لأكيدن كل الشروط، فجاء مثبتا وجاء دالا على القسم وجاء مسبوقا بلام اتصل بها اتصالا مباشرا، وأيضا جاء يعني جواب لقسم ويدل على الاستقبال. امتناع التوكيد إذا انتفت شروط الوجوب التي قلناها منذ قليل. إذا كان جواب القسم منفي ليس مثبتا، مثل قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، هذا لفظي، اللفظ هنا واضح، أو تقديرا تالله تفتأ تذكر يوسف، يا صلة تالله لا تفتأ، يعني نعم أحسنت لا تزال. إذن توكيد المضارع بالنون يكون يعني واجب التوكيد أو ممتنع التوكيد أو قريب من الوجوب أو الجواز مع القلة. وقلنا يقرب توكيده من درجة الوجوب فيكون كثيرا في موضعين، يعني يكثر لكن لا يصل إلى درجة الوجوب. إذا جاء بعد إن شرطية المضغمة بما الزائدة، المضغمة بما الزائدة.
نأخذ مثالا من كتاب ربنا عز وجل في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا أصلا إن الشرطية زائد ما فأضغمتا معا إما، فهنا الفعل المضارع بعدها يبلغن الغالب فيه على كثرته أنه يؤكد بالنون، وضحت هذه؟ ومثل قولنا إما تجتهدن تبلغ مرادك، أو إذا وقع بعد طلب، إذا جاء بعد أمر أو بعد نهي أو بعد دعاء أو بعد تمني، الأمر كما أقول لك لتدرسن، النهي لا تكذبن، الدعاء لا يريكن الله مكروها، التمني ليتك تكتبن، فهذه تسمى الطلب، تسمى الطلب. متى يكون ممتنع التوكيد؟ فعل المضارع يمتنع توكيده بالنون. قال: إذا فقد شرطا من شروط وجوب التوكيد أن يكون منفيا وهو في جواب القسم: والله لا أهمل واجبي. فلا أهمل هنا جاء منفيا في جواب القسم، فلا يجوز أن أقول والله لا أهملن واجبي، هذا عند العرب ممتنع. أن يكون دالا على الزمن الحاضر لا يدل على الاستقبال، ففقد شرط الاستقبال هنا، كان أقول والله لا أقرأ الآن، هنا كلمة الآن دلت على الحاضر، دلت على الحاضر فانتفى معنى الاستقبال فيها. أن يكون مفصولا من لام جواب القسم بمفعول الفعل، مثال: والله لن النجاح تبلغ بالعمل الجاد، النجاح هنا أصل تبلغ النجاح، ففصل بالمفعول به بين القسم وبين الفعل. أو أن يكون مفصولا من لام جواب القسم بواحد من هذه: بقد أو السين أو سوف. قد: والله لقد يسهو العالم، فهنا فصل بين الفعل المضارع وبين القسم بحرف قد، فاللام هنا لام لم تتصل بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، لو اتصلت به لا، يعني هنا دخلت في وجوب التوكيد. أو جاء الفاصل السين: والله لسيفلح المجد، فصلت السين بين لام الوقاعة للقسم وبين الفعل المضارع يفلح. وسوف: والله لسوف يفلح المجد، وكما قلنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتوكيد المضارع قد يكون واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا بكثرة أو بقلة. الآن يعني نحن أخذنا في الشرائح الماضية نبذة سريعة عن الأفكار الرئيسة، الآن نأتي إلى تفصيلها. متى يكون يعني توكيده واجبا بالنون؟ الحالة الأولى أن يكون توكيده واجبا، وذلك إذا وقع جوابا لقسم والسوف ثلاثة شروط: أن يكون متصلا بلام القسم، أن يكون مستقبلا، أن يكون مثبتا، مثال: والله لأبذلن النصيحة، ومثل قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. الفعل أبذل والفعل أكيد توفرت فيه الشروط كلها، فجاء متصلا بلام القسم اتصالا مباشرا، وجاء يدل على الاستقبال، وجاء مثبتا، فهنا وجب توكيده بالنون. التوكيد الممتنع أن يكون توكيده ممتنعا، وذلك في موضعين: إذا جاء جوابا لقسم ولم يستوف شروط وجوب التوكيد الثلاثة التي قلناها قبل ذلك، هنا يمتنع توكيده إذا فصل بين الفعل ولام القسم فاصل: والله لسوف أبذل النصيحة، ومن قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ففصل هنا بين اللام وبين الفعل بسوف، فهنا امتنع التوكيد. أو كان الفعل للحال وليس للاستقبال، مثل: وربي لا أقوم بواجبي الآن، فهنا دل على الحاضر ولم يدل على الاستقبال. أو كان الفعل منفيا، نحو: ورب الكعبة لا أنصرك إن اعتديت، فهنا فصل بين الفعل وبين القسم بالنفي، هنا جاء منفيا لم يأتي مثبتا. ومن قوله عز وجل: تالله تفتأ تذكر يوسف، لأن التقدير لا تفتأ، فحذف حرف النفي لأن السياق يدل عليه. الموضع الثاني الذي يمتنع فيه توكيده: إذا لم يسبق بما يجعل توكيده جائزا،
ما هو؟ ما الذي يجعل توكيله جائزة؟ قلنا إذا سبق بما يدل على طلب، كلام الأمر ولا النهي ولا النفي والاستفهام والحض أو العرض والرجاء أو التمني، هذا كلها إذا سبق المضارع بها دل على جواز توكيده بالنون وليس على الوجوب. وضحت هذه؟ التوكيد الجائز بكثرة. الحالة الثالثة أن يكون توكيده جائزا بكثرة، وذلك إذا كان مسبوقا بإن الشرطية المدغمة فيما الزائدة للتوكيد، كما مثلنا بقول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أو جاء مسبوقا بأداة طلب تفيد الأمر أو النهي أو الاستفهام أو غيرها. فأداة أمر تفيد الأمر زي لتأمرن بالمعروف يجوز فيها التوكيد وعدمه، أو لا النهي مثال ولا تحسبن الله غافلا، لو قيل في غير القرآن ولا تحسب الله غافلا لجاز ذلك. أيضا إذا سبق بلا النافية مثال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلو قيل في غير القرآن اتق فتنة لا تصيب قوما لصح هذا. وضحت؟ وأيضا إذا سبق بإن الشرطية المدغمة فيه ما الزائدة كما قلنا منذ قليل، أو إذا سبق بعرض أو تحضير مثال ألا تكرمن الضيف، فلو قيل يجوز ألا تكرم الضيف لجاز ذلك. أو إذا سبق برجاء افعل الخير لعلك تجنين ثماره، يجوز لك افعل الخير لعلك تجني ثماره. فإذا سبق المضارع بما يدل على الطلب جاز توكيده. فمثال المضارع المسبوق بإما كما قلنا إما تفعلن الخير تنال جزاء، ومثال المضغمة ما المضغمة بين الشرطية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لو قيل في غير القرآن وإما تخاف من قوم لصح ذلك. فهذا فعل مضارع بني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والنون جاءت للتوكيد، والفاعل جاء ضميرا مستترا استتارا يعني وجوبيا تقديره أنت، وجملة فانبذ إليهم هذه جملة جواب الشرط في محل جزم. مثال المسبوق بأداة تفيد الأمر حينما أقول لك لترحمن المسكين أو لترحم المسكين فيجوز فيها الأمران، والنهي لا تؤخرن فعل الخير إلى غد يجوز لك أن تقول لا تؤخر، لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فقلنا يقول في يجوز في غير القرآن أن تأتي به غير يعني متصل بالنون. والاستفهام مثل هل تصلن رحمك، يجوز لك هل تصل رحمك لأنه سبق بما يدل على طلب. نأتي الآن إلى التوكيد، طبعا التوكيد الجائز بكثرة الذي ذهب، الآن التوكيد الجائز لكنه بقلة. قال دي الحالة الرابعة لتوكيد المضارع، أن يكون توكيده جائزا بقلة، وذلك إذا وقع المضارع بعد ما الزائدة التي لم تدغم في إن الشرطية. قلنا التي أدغمت في إن الشرطية يجوز بكثرة، إنما التي لم تدغم في إن الشرطية كقول العرب بعين ما أرينك، فهنا ما زائدة للتوكيد وأرين مضارع مبني على الفتح والنون جاءت للتوكيد والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، فهنا يجوز توكيده لكنه بقلة. وكذا يقل التوكيد أيضا إذا وقع المضارع بعد لم التي تدل على النفي مثال تفضل بعين نعم وأضغمت. الضابط هنا الإضغام. إذا قد يأتي قبلها إن وتأتي مفصول عنها ولا تضغم، وهناك شواهد من العرب على ذلك. وكذا يقل التوكيد إذا وقع المضارع بعد لم مثال من مرت به مواسم الطاعة ولم يستغلنها فهو محروم. انظر إلى الفعل هنا يستغل، هو أصل يستغل هذا هو الأصل. طيب لما دخلت هنا عليه لم التي دلت على نفي
الأصل يكون مجزوم، أليس كذلك؟ اللام الأصل أنها تجزم، فلما دخلت عليها النون هنا المشددة حتى تناسب الحركة ففتحت أيضا وأضيفت لها النون هنا. هذا يعني يقل توكيده عند العرب، يعني يأتي قليلا جدا عند العرب، لذلك حتى في استعمال يدور دورانا قليلا عندهم، أو إذا وقع بعد لن نفيه بادر بالعمل زمن الشباب لا يفوتنك. ومنه قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أو بعد أداة شرط غير إن المضغمة فيما نحو من يصلن رحمه يسعد، فهنا يجوز توكيده لكنه قليل. الأصل من يصل رحمه يسعد، وهذا هو الأكثر، لكن إن جاءت من يصلن رحمه فهذا جائز لكنه قليل عند العرب. إذن توكيد الفعل بالنون قلنا، هذه خلاصة قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا، الأمر يجوز توكيده بغير ضابط، يعني بغير شرط من الشروط. المضارع له حالتان، إما يجب توكيده أو يجوز توكيده، وله حالة أخرى طبعا يمتنع توكيده فيها. طبعا يجوز توكيده إما بقلة أو بكثرة كما يعني أسلفنا في الشريحة السابقة. نأتي الآن إلى طريقة توكيد الأفعال بالنون. الآن سيأتي إلى نقطة هامة للغاية، ألا وهي ما التغييرات التي ستطرأ على الفعل، على آخر الفعل إذا أدخلت عليه نون التوكيد، ما الذي سيحدث؟ يقول ابن مالك رحمه الله في طريقة توكيد الأفعال بالنون: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف، فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كسعين سعيا، كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشينا يا هند بالكسر ويا قوم اخشونا وضم وقسم سويا. ما معنى هذا الكلام؟ يا الآن يتكلم على توكيد الفعل بالنون، الأثر الذي تحدثه النون في آخر بنية الفعل، في آخر بنية الفعل. فلا يخفى عليكم أن نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة إذا اتصلت بالفعل فلا يخلو الفعل من أمرين، إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون معتل الآخر. فأيضا إذا أريد توكيد الفعل فلا يخلو مما يأتي: أن يكون مسندا للواحد، يعني تسنده إلى مفرد، فإن كان صحيحا يعني ليس آخره حرف من حروف العلة بني آخره على الفتح، فتقول فيه أنت تصبر لا تصبرن. فهنا الفعل المضارع هنا بني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. ما الذي طرأ على الفعل؟ الفعل المضارع كان مرفوعا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، لكن لما دخلت عليه نون التوكيد وكان مسندا للواحد المفرد قلبت الضمة إلى فتحة حتى تجانس حركة نون التوكيد، حتى تجانس حركة نون التوكيد. وإن كان معتلا بالواو أو بالياء فكذلك نفس الأمر، الذي صار على الفعل الصحيح الذي أسند إلى الواحد يعني يمشي على المعتل بالواو أو الياء، فتقول في أنت تدعو لتدعون، وفي أنت تقضي لتقضين. ما الذي طرأ؟ ما الذي طرأ على الفعل المضارع هنا؟ أولا المعتل الآخر فحذف حرف العلة، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أضفت نون التوكيد وجانست الحرف الذي جاء قبلها، الذي جاء قبلها، انظر إلى فتحة الواو وانظر إلى فتحة الياء، جانست نون التوكيد المفتوح. وإن جاء معتلا بالألف قلبت ياء، الألف هذه تقلب إلى ياء، هذا في حال إسنادي للمفرد. لماذا؟ حتى تقبل الفتحة، حتى تقبل الفتحة. فتقول في أنت ترضى تقول لا ترضين،
ما السبب؟ لأن الألف يتعذر وجود الفتحة عليها، فما السبيل هنا إلى إظهار الفتحة؟ تقلب الألف إلى ياء. وإن كان الفعل مسندا إلى ألف الاثنين ننظر إليه إن كان صحيحا أو كان معتلا، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع وأتي بنون التوكيد الثقيلة مكسورة وحرك ما قبل الألف بالفتح. مثال: تصبران، حينما يقول أنتما تصبران هذا فعل مضارع اتصل بها ألف الاثنين وهو مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثال الخمسة، حينما تدخل عليه لام الأمر هنا ونريد أن نؤكده انظر ما الذي حدث. أول شيء حذفت النون علامة على الجزم، أليس كذلك؟ ثانيا جيء بنون التوكيد الثقيلة المكسورة وحرك ما قبل الألف بالفتح، وحرك ما قبل الألف بالفتح اللي هي الراء، يقصد الراء. انظر إليها، يعني لماذا حرك بالفتح؟ حتى تناسب الفتحة وتناسب حركة الفتح في نون التوكيد. نعم، هي جاءت من باب المجانسة. نعم، حذفت النون العلامة على الجزم، هذا أول تغيير، أليس كذلك؟ جميل. لما جئنا بنون التوكيد سواء خفيفة أو ثقيلة خلاص هذا يأتي في كل الأفعال، لكن حرك ما قبل الألف بالفتح، ما الذي قبل الألف هنا؟ هو أصل فعل تصبر قبل إسناده لأي شيء. نعم، لكن ما هو أصل مع ألف الاثنين حركت الضمة إلى الفتحة حتى تناسب ألف الاثنين. نعم، وإن كان معتلا بالواو أو الياء بقي وتحركها بالفتحة لمناسبة الألف. تقول في أنتما تدعواني وتقضياني، تقول لتدعواني لتقضياني، فهنا حذفت النون كما قلنا علامة على الجزم وحركت يعني بالفتحة لمناسبة الألف، يقصد الواو والياء. وإن جاء معتلا بالألف قلبت ياء مفتوحة، قلبت ياء مفتوحة، حينما تقول أنت ترضى هذا معتل بالألف، أنتما ترضياني وبعد توكيده لا ترضياني، فهنا حذفت الألف وجيء بنون التوكيد هنا الثقيلة مكسورة. إذن توكيد المضارع المسند إلى ألف اثنين بنون التوكيد، قبل التوكيد مثلا تدرساني، بعد التوكيد انظر ما الذي طرأ تدرساني، حذفت النون التي تدل على الرفع وجيء بنون التوكيد الثقيلة المكسورة. كان أصلها تدرسان تدرسانني، فهنا حذفت، طبعا هنا توالي أمثال كما يقول يعني أهل النحو، النون الأولى التي علامة على الرفع والنونان التي يعني جاءت في صورة الإدغام، فهنا حذفت النون علامة على حتى يكره توالي الأمثال، ونون التوكيد بقيت كما هي المشددة. إذن حذفت نون الرفع من المضارع المسند إلى ألف الاثنين لتوالي الأمثال كما يسميها النحاة، وكسرت نون التوكيد وتكون ثقيلة ولا يجوز أن تكون خفيفة هنا. الفعل هنا معرب وليس مبنيا، لماذا؟ لأنه لم يتصل بالفعل اتصالا مباشرا، لم يتصل بالفعل اتصالا مباشرا، جاءت ألف الاثنين وفصلت بينهما، مثل القول الله عز وجل ولا تتبعان سبيل الذين، أن يكون مسندا إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أيضا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع وواو الجماعة وحرك ما قبلهما بالضم، وأيضا حذفت ياء المخاطبة وحرك ما يجانسها اللي هو الكسر، فتقول في أنتم تصبرون لا تصبرن، أصلها تصبروننا، هذا هو الأصل. ما الذي طرأ؟ حذفت النون التي هي علامة على الرفع وحرك ما قبلها بالضم، وفي قولك أنت تصبرين لا تصبرن، ما الذي حدث؟ حذفت النون
أليس كذلك؟ وحذفت الياء أيضا وحرك ما قبلها بالكسر علامة على حذف الياء. هذا هو الأصل. إذن توكيد المضارع بالنون إما أن يكون صحيح الآخر وإما أن يكون يعني معتل الآخر. فصحيح الآخر المسند إلى واو الجماعة بعد التوكيد تفهمنا، قبل التوكيد تفهموننا، ده الأصل. فتوالت الأمثال فحذفت نون التي تدل على رفع المضارع. أما نون التوكيد الثقيلة فلا تحذف. وإن كان معتلا بالألف حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، وأيضا أبقينا واو الجماعة مضمومة وياء المخاطبة مكسورة، فتقول أنتم ترضون لا ترضون، في أنت ترضين لا ترضين، هنا حذفت الألف، وضحت. ومن قوله عز وجل لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، الفعل تبلى ده معتل الآخر بالألف فحذفت الألف، وبقيت واو الجماعة مضمومة وياء المخاطبة مكسورة يعني كما هي. وإن كان معتلا بالواو أو الياء حذف سواء الواو أو الياء مع نون الرفع وواو الجماعة وياء المخاطبة، وحرك ما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر، يعني يحرك ما قبلها بحركة من جنس الحرف. فتقول في أنتم تدعون لا تدعون، والأصل تدعون بواوين وثلاث نونات، فحذفت الواو للثقل وحذفت النون التي هي علامة على الرفع لتوالي الأمثال. وتقول في أنت تدعين لا تدعين، في قولها في قولنا أنت تدعين لا تدع لا تدعين، فهنا لا تدعين بمعنى تتركين، إنما هنا من الدعوة لا تدعين، يا أنك تأمرها بالدعوة، والأصل تدعوين. فننظر إلى الثقل الذي على اللسان، فتخلصنا من الياء، تخلصنا من الواو أولا لأن الواو مع الياء ثقل كبير على اللسان، ثم تخلصنا من النون التي هي علامة على الرفع للخروج من مشكلة توالي الأمثال. وتقول في أنتم تقضون لا تقضن، هذا هو الأصل. طيب أصلها تقضيون، انظر، فهنا للثقل على اللسان قمنا بحذف الواو وقمنا بحذف النون التي هي علامة على الرفع. إذن طريقة توكيد الفعل المضارع المعتل الآخر، نأخذ مثالا بالفعل تسعى، تسعيان، وزنه تفعل، نوعه هذا معتل الآخر بالألف وأسند إلى ألف الاثنين، توكيده تسعيان على وزن تفعلان. ما الذي طرى عليه حينما أردنا تأكيده؟ قلبت لام الفعل وهي ألف العلة هي اللي هي الألف المقصورة في تسعة، ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ثلاث نونات عندي، ثم أكدنا بنون التوكيد الثقيلة وتبدل فتحتها كسرة، ويبقى الفعل المضارع معربا على الرغم من دخول نون التوكيد عليه إلا أنها اتصلت به اتصالا غير مباشر، فيبقى الفعل المضارع معربا. طيب إن جاء مسندا لنون الإناث قال يبنى آخر الفعل على السكون ويؤتى بنون التوكيد الثقيلة مكسورة، ونزيد ألفا فارقة بين نون الإناث ونون التوكيد سواء كان الفعل صحيحا أو معتلا. فعلا صحيحا مثل لا تصبرنني، حينما يقول لا تصبرنني، أو معتلا بالواو أو الياء لا تدعونني أو لا تقضينني. فهذا الفعل جاء هنا صحيحا، أصل الفعل تصبر، ثم لما أسند إليه ألف الاثنين هنا نون النسوة نون الإناث، ما الذي حدث؟ جئنا بنون هذه زدنا بألف بين نون الإناث وبين نون التوكيد حتى نخرج من توالي الأمثال وحتى يصير نطق الفعل خفيفا على اللسان. فإن كان معتلا بالألف قلبت ياء لا ترضينني، ترضى
ده معتل بالالف، فقلبت الى ياء، قلبت الى ياء حتى يعني تتماشى مع النون ومع الالف الفارقه بين نون التوكيد وبين نون الاناث. وفي طريقه توكيد الفعل يقول ابن مالك في اخر البيت السابق: واخر المؤكد افتح كبرزا. هذه القاعده التي قالها يصل ابرزان، فهذه قاعده عامه، وهي ان اخر الفعل المؤكد يبنى على الفتح اذا اتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا. ويدخل ايضا في ذلك الفعل المسند للواحد كما اخذنا في اول هذه يعني الفكره الرئيسه. توكيد المضارع اذا كان صح الاخر المسند الى نون النسوه بنون التوكيد. اجمال لما سبق: الفعل قبل التوكيد تدرسن، بعد التوكيد تدرسناني. طيب ما الذي طرا عليه من تغيير؟ دخلت نون النسوه وجاءت نون الرفع وجاءت نون التوكيد، فهنا لابد من حذف نون حتى لا تتوالى الامثال، ثم جيء بألف تفرق بين نون الرفع وبين نون يعني التوكيد. إذن الفعل المضارع تدرس هنا صار بعد إسنادي تدرسن، والفعل تدرسن يصير بعد توكيدي بنون توكيد تدرسونن، تدرسونن. طيب هنا لابد أن يفصل بين نون الإناث وبين نون التوكيد، فجاء هنا بالألف، سميت الألف الفارقة. الألف الفارقة تأتي في موضعين، في هذا الموضع وبين بعد واو الجماعة التي تفرق بينها وبين واو الفعل الأصلية. مثال: المسلم يدعو ربه والمسلمون لم يدعوا غير الله. والفعل هنا يكون مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. ثم ذكر ما يستثنى من هذه القاعدة وهو المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فقال: واشكله، أي اضبط آخر الفعل المؤكد حالة كون الآخر قبل مضمر اللين، يعني ما هو من حروف اللين يعني، والمراد الألف والواو والياء بما جانس ذلك المضمر، يعني قبل الياء تكسر، قبل الواو تضم، قبل الألف تفتح، هذا هو المقصود بالمجانسة، فتجانس الألف الفتحة والواو الضمة والياء الكسرة. والمضمر أي الضمير الذي أسند إليه الفعل وهو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، احذفنه لالتقاء الساكنين، وقد حذف، إلا الألف، إلا ألف الاثنين تبقى فلا تحذف. لماذا؟ لخفتها، لخفتها، أو لئلا يلتبس المفرد بالمثنى. وهذا كله في الفعل إذا كان صحيح الآخر، وأيضا يدخل معه المعتل سواء كان معتلا واويا أو معتلا يائيا. فإذا جاء معتلا بالألف فقد بينه ابن مالك عليه رحمة الله في قوله: وإن يكن في آخر الفعل ألف مثل يرضى ويسعى فاجعله منه، أي اجعل الألف من الفعل، لا تحذف، رافعا حال من الفعل، يعني حال كون الفعل رافعا غير الواو أو الياء، فهنا رفع الاسم الظاهر والضمير المستتر والألف الاثنين ونون الناس يبقى كما هو. هل يرضين الصديق؟ أترضين يا أخي؟ أترضيان يا أخوي؟ هل ترضينان يا أخواتي؟ فهنا جيء ببقية الألف، و لكن حينما يسند إلى نون الإناث يؤتى بالألف الفارقة لتبقى بينهما. وقوله ياء مفعول ثاني لإجعل، والمعنى إجعل الألف الذي في آخر الفعل ياء إذا كان الفعل رافعا غير واو الجماعة أو ياء المخاطبة مما تقدم، مثل قوله: كسعين سعيا. وإذا جاء الفعل رافعا واو جماعة أو ياء المخاطبة، يعني الفعل جاء مسند إلى واو الجماعة أو مسند إلى ياء المخاطبة، فقد بينه بقوله: واحذفه، أي الألف من رافع هاتين وهما واو الجماعة وياء المخاطبة، وقلنا تبقى الفتحة دليلا على الألف لخفتها ولعدم التباسها المفرد بالمثنى كما قلنا. وهنا قال: وفي واو وياء شكل مجانس قفي، أي ائت بحركة تناسب الضمير، ائت بحركة تناسب الضمير، يعني أن الواو بعد حذف الألف تضم والياء تكسر، وإنما حرك ولم يحذفها لأن قبلهما حركة غير مجانسة وهي الفتحة، فتحة الألف المحذوفة، فهنا لو حذفت
لالتبس الفعل تماما ويعني اختلط المذكر بالمؤنث. وقوله يخشين يا هند بالكسر، هذا الفعل معتل الآخر بالألف يخشى، لكن إذا أسنده إلى ياء المخاطبة فتكسر ياء المخاطبة، تكسر ياء المخاطبة بعد حذف الألف. ويا قوم اخشون بحذف الألف واضمم أي واو الجماعة وقص على ذلك، كل ما جاء على ذلك قصه لأن القاعدة واحدة. وأما ما يتعلق بنون الإناث وهو الرابع فقاله في أحكام نون التوكيد الخفيفة من إثبات الألف. الأحكام الخاصة بنون التوكيد الخفيفة، قال ابن مالك رحمه الله: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، واحذف خفيفة لساكن رادف وبعد غير فتحة إذا تقف. يقول هنا: واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. تنفرد نون التوكيد الخفيفة بأربعة أحكام: أنها لا تقع بعد الألف بعكس نون التوكيد الثقيلة، اصبران يا محمدان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اصبران بنون مشددة مكسورة، هذا هو الحكم الأول لها. الثاني أنها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، لأن الفعل المسند إلى هذه النون يجب أن يؤتى بعده فاعله بألف فاصلة بين النونين كما تقدم الألف الفارقة، فتقول اصبرنان يا هنداتو بنون ثقيلة مكسورة. ولا تأتي الخفيفة لأنها لا تقع بعد الألف كما مضى، يبدأ الحكم الثاني أنها لا تؤكد الفعل الذي يسند إلى نون الإناث بعكس نون التوكيد الثقيلة يؤكد بها الفعل الذي يسند إلى نون الإناث. الثالث يجب حذفها لفظا لا خطا إذا وقع بعدها ساكن ولم نقف عليها. طب ما السبب في حذفها؟ التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. مثال: لا تتعودن الكذب، فتحذف النون الخفيفة عند النطق وتبقى الفتحة التي قبلها دليلا عليها، لأن همزة الوصل من الكذب ساكنة ونون التوكيد الخفيفة ساكنة، فنظرا لعدم التقاء الساكنين هنا تحذف. ومنه قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. هنا حذف نون التوكيد في قوله لا تهين، وأصله لا تهينن، فالتقى ساكنان نون التوكيد الخفيفة وأيضا اللام في الفقير، فحذفت النون وبقيت الفتحة التي قبلها دليل على النون المحذوفة. وثبوت الياء مع وجود الجازم دليل على أن الفعل مؤكد، ثبوت الياء هنا مع وجود الجازم دليل على أن الفعل جاء مؤكدا، وإلا لقيل لا تهن الفقير، لا تهن الفقير. الحكم الرابع التي تختص به نون التوكيد الخفيفة أنه يجب أن تقلب ألفا عند الوقف عليها لكن شريطة أن تأتي بعد فتحة. مثال: ابتعدن عن مجالسة المغتاب، فتقول في الوقف ابتعدا، وأعرابه يكون فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة أن منقلب ألفا للوقف، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت نطقا لا كتابة، حذفت نطقا لا كتابة، ورد ما كان حذف لأجلها. ما سبب؟ لزوال علة الحذف وهي التقاء الساكنين. مثال: تقول في الوصل لا تخافن إلا ذنوبكم، لا تخافن إلا ذنبك، لا تخافوا لا تخافي بحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف، وترد أيضا واو الجماعة وياء المخاطبة يعني اللتان حذفتا لأجل نون التوكيد للتخلص من التقاء الساكنين، وهنا لن يصير عندي ساكنان، إذن لا علة لحذف يعني النون. وبذلك يعني نكون
قد انتهينا من درس ابن مالك رحمه الله في نوني التوكيد. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.